احسنت بالسيف استعد هيا ها كن على حذر الدرع هكذا الى اعلى امام وجهك لا تضرب دون حساب ولا تتوقع ان يكون خصمك غافلا عنك المقاتل كالذئب له الف عين والف اذن ورأسه يرصد ما حوله فكن دائما مستعدا وانت تضرب ضربتك هذه اول مرة تتكلم عن القتال بهذه الحرارة قل لي يا رستم هل قتلت عربيا من قبل؟ كلا لم تسنح لي فرصة مقاتلتهم من قبل يقولون ان احد الرجلين قائد قافلة النعمان محارب عظيم فلما لا نقيم حفلا وتنازله؟ لن يرضى كسرى بذلك ولكن قد نقاتلهم قريبا عندما يتحقق حلم ابي هتغزو خيولهم بلادنا عبر كلا سنقاتلهم حتى لا تحقق ذلك الحلم ونحبسهم داخل صحرائهم ونولي عليهم ملكا نضمنه وسأتيك من هناك بأحسن جواد وأحسن سيف وأحسن رمح ألا تخشى أن تقتل في الحرب؟ أخشى ذلك قبل نشوء الحرب ولكن إذا نشبت الحرب لا يوجد مكان للخوف إذا خفت من الموت ستحس به إذا لم تخف لن تشعر بشيء كل هذه قضمة يا مفترسة خذي أكمليها أيها العراف أين الجمال العراب التي تقود الخيول الصعاب أما زلت مصرا على تفسيرك لحلمي أخبرني أيها العراف هل ولد صاحب الهراوة أم لم يهل على الدنيا بعد؟ هذا غيب مكنون لا تبصره عيون أمثالنا يا ملك الزمان وهل تكون هراوته مثل عصاك هذه؟ يا ملك الملوك إنما هذه عصا أتوكأ عليها أما هراوته فسوف تسوي صفوف هذا العالم المعوجة وتلزم كل ذي حد حده لو لم تكن قد جئتنا هذه المرة كرسول لألزمتك حدك أخبرني يا حاجب كيف تمكنتم من جمع تلك الأموال الطائلة في أقل من شهر؟ لم تنفرد قبيلة دون أخرى في جمعها يا مولاي إنما جمعتها القبائل كلها مع أهل الحيرة وأي القبائل يا ابن مارينا كانت أكثر عطاء وأسرع إلى البدر؟ سماؤنا واحدة أيها الملك ولقد انهمر الغيث منها في وقت واحد دون أن تميز السماء بين أرض لقبيلة أو أرض لأخرى أكان الأمر كذلك بالفعل يا سيد تميم؟ ألم تسبق أنت البكريين أو يسبقكم بنو حنيفة؟ لم يكن سباقاً أيها الملك إنما كنا نسير معاً أنتم أيها العرب لا تطاقون كبرياؤكم دائما أكبر بكثير جدا من ذكائكم لو أجبتني بما أريد يا ابن زرارة لكان لك شأن آخر تستطيعان أخذ الفتاة وقتما تريدان أي انصرفا جئتك يا هند بهذا الشال لتتذكريني به شكرا لك أيتها الأم الحبيبة لن أنسى ما فعلته معي ما حييت سأنتظرك في الحيرة هل تحبين أن ترسلي شيئا إلى أهلي طيب؟ سلامتك يا ابنتي والله ما أحب إلا أن أصحبك لكن لم يعد لي شيء هناك منذ أن رحلت مع عدي
ابلغي سلامي إلى أهل طيء. سأبلغهم يا عم. وأنت يا مهربات، ألم تتجهزي بعد للرحيل معي؟ لا، أنا مكاني هنا، لقد وجدت أهلا بدلا من أهلي، وجدتهم يتعذبون ويفرحون بما أتعذب وبما أفرح. ولكن إذا عرف كسرى وأهرمار؟ قد يعرفون بوجودي هنا، ولكن لن يعرفوا مكاني. ولكن يا مهربات، كنت تعيشين عندنا بأمان. نعم يا هند، ولكن هنا المستقبل الذي أريده، وسوف نصنع لأنفسنا الأمان. الرجال بانتظاري في الخارج، علي أن أرحل. شكرا ثانية يا عم. سحبتك السلام. إلى اللقاء يا أختي، قبلاتي لوالدتك. سوف نلتقي يا مهربات. جواسيس لرستم في معبدي، لابد من العثور عليهم، انهم يريدون ان ينقلوا اسراري الى رستم ليفضحنا عند كسرى. لابد من اعدامهم. اين خادمة المعبد؟ تقدم. هل هذه من شيراز؟ نعم، ولكن انظر إلى هذه التي تتأمل النار. إنها صديقة مهربان، رأتها زميلتها مرارا تتحدث إلى رستم في حديقة المعبد. أنت يا فتاة، ما اسمك؟ اسمي شيرين يا سيدي. يا لك من شقراء فاتنة. هل أنت من الترك؟ لا شك أنك شركسية. المشكلة أنني لم أعدها بنفسي بعد. سأراك غدا. صديقنا قد وصل، اهتم به. يس، ماذا بك؟ دعيني الآن وشأني. هكذا تكلمني؟ هيا سنصعد إلى حجرتي. لن أصعد إلى أي مكان. بل ستصعد إلى عرش الحيرة. لا ترددي هذا الكلام ثانية. أسامعة أنت؟ ها أنا ذا أخسر كل شيء، والنعمان يفلت بكل شيء. لا تكن قصير النفس، ستصعد. هيا. عظيم أنك قررت البقاء يا مهرباد. هيا إذن اتركي كل شيء. إلى أين يا رستم؟ إلى بيتي طبعا. لا يا رستم، لن أذهب إلى بيتك، فمن الأفضل لي أن أبقى هنا في بيت كشمير. ما هذا الهراء؟ تعيشين هنا؟ مهرباد لا تضيع الوقت، لقد أجلت سفري إلى الميدان حتى نفرغ من حكاية هند. الكتائب سبقتني إلى هناك، ولا بد من لحاقي بهم. هيا بنا لنتزوج، أم لتواجهني باستحالة زواجك من فتاة معبد لم يعتقها كسرى. سأكلم كسرى عند عودتي، لن أغيب عنك. هيا بنا. لا، سأبقى هنا يا رستم، فمن الأفضل لي أن أبقى هنا في بيت كشمير. أرجوك يا رستم لا تذهب لهذه الحرب، وحاول أن تتحرر من كسرى. سأكون لك فقط إذا استعدت رستم القديم. كدت أيأس من مجيئك،
صرت تهمل مواعيدي يا ابن مارينا. معاذ الله أن يكون ذلك يا ابن قبيصة، إنما أخرني الإعداد للرحيل. الرحيل؟ ترحل حارسا لابنة النعمان بعد أن جئت رسولا منه إلى كسرى؟ يحرسها فرسان أبيها وفرسان القبائل كلهم، لم أكن إلا رسولا، وقد أبلغت ما حملني إياه زعماء القبائل كلهم للنعمان وحده. لا، بل قل إنك قد غيرت جوادك يا ابن مارينا، رأيت الجواد الرابح فأسرعت إليه. كان ذلك رهانا بين العرب كلهم وبين كسرى، وأنت واحد من سادات العرب وسيد من سادات طيء الكرام، تنافس النعمان وقبيلته من لخم على ملك الحيرة وسيادتها. قد يجوز ذلك هناك في الصحراء أو فيما بيننا، لكنك هنا عند بني النار. دعني من هذا الهراء يا شيخ، لماذا لم يشركني النعمان في وفد العرب إلى كسرى؟ هل أنا أقل من ابن زرارة أو ابن مسعود؟ اسمعني جيدا يا إياس، عندما تأتي إلى الحيرة تعال بالعرب، إن جئت بالفرس لن تجد عربيا يقبل جوارك أو أحلافك. هل انتهيت؟ أجل يا مولاي، ولم يعد أمامي إلا تنفيذ الخطة الجديدة. سأهاجم أنا جناحهم الشمالي لأبعدهم عن منابع الفرات، ثم أضم قوات هذا الهجوم إلى قواتي التي تهاجم الترك، ثم أبدأ هجوم الثاني على الغرب لأقسم قوات الروم إلى قسمين. خطة عظيمة يا رستم، ولكن عليك فقط أن تقتصد في استهلاك جنودك. ما هذا يا رستم؟ ما هذه الجهامة وهذا الاكتئاب الذي يعلو وجهك؟ أحزن هذا أم نوع جديد من العزم؟ قد يكون الحزن عزما يا مولاي، ولكن ليس ما تراه إلا العزم، أو شيء من الأرق، أقصد السهر. ولما الأرق يا رستم؟ أعشق جديد أم تجديد لعشق قديم؟ فيما كان ترددك على حي الحدادين هذه الأيام الأخيرة؟ حي الحدادين؟ آه نعم يا مولاي، كنت أزور عبدا قديما لأبي. تزور عبدا قديما، كان الأفضل أن ترسل إليه معونتك مع رسول عبد مثله، فقد زرته كثيرا. هل تحبه إلى هذه الدرجة؟ لا يا مولاي، إنه عبد عاجز يريد أن يراني ولا يستطيع أن يجيء إلي، فذهبت إليه. حسنا حسنا، انسى الآن عبيدك وأشياءك القديمة يا رستم، واذهب إلى المعركة وعود إلي بأكبر عدد ممكن من الأسرى ورؤوس القتلى، ولك كل من تأسره من النساء. هيا. أمرك يا سيدي. أفهمت ما أعني أهرمان؟ فصعود رستم معناه ضياعنا، فرستم لم يعرف بعد قواعد اللعبة. ها هو قد جاء. مرحبا بك أيها الأمير المنتصر ببركة أهورا مزدا. أعددت احتفالا عظيما لتوديعك أيها البطل. اليوم سوف ترقص فتيات المعبد كلهن لرستم صورة أهورا مازدا الجديدة. أنا صورة أهورا مازدا؟ أتتغير صورة الإله هكذا على هواكم؟ لا تندهش يا ولدي، لقد جاءني أهورا مازدا في المنام الليلة وقال لي إنها مشيئة الإله الأعظم، باعث الحياة بنور وجهه الوضاء. اقبل اعتذاري عن هذا الحفل، فأمامي الكثير مما يشغلني قبل الرحيل في الليل،
ولكني الآن رهن إشارتكم. أتأمراني بشيء؟ في منصبك الجديد يا ولدي عليك التزامات كثيرة نحو الملك ونحو الإله الذي منحك صوته. ألا تنذر شيئا للمعبد إذا عدت منتصرا؟ ماذا تطلب يا سيدي؟ 2000 من العبيد الأسرى و2000 من الأطفال ومثلهم من الفتيات. لك ما تشاء يا سيدي، ولكن مهربات؟ مهربات؟ هل عثرت عليها؟ لا يا مولاي، ولكن ستطول غيبتي وقد يعثر عليها رجالك، فهل تعدني؟ اطمئن يا رستم، ستكون في أمان في بيت المبدان العظيم. بل تودعها بيتي أنا إذا ظهر لها أثر، ولكما ما تطلبانه. يا رستم، لماذا لا تصحبني معك إلى الحرب؟ ألا ينبغي أن أتعلم فن القيادة؟ سوف تتعلم كل شيء، ولكن كل شيء بأوان. كلا، أنت تريد أن تنفرد بالرحلة وتتركني لوحدي. الحرب ليس رحلة ولا تسلية، أنت ما زلت صغيرا. لماذا يا رستم؟ أنا تلميذك ولقد أصبحت قادرا على حمل السلاح. أنت بنفسك مدحتني لأبي ولقد شاهدني وأنا أتدرب معك. لن ينفعك سلاحك، فالحرب كالغابة، وأسوأ ما في الغابة من وحوش هم الرجال عندما يكونون مثلنا أو مثل الروم. فماذا أفعل في غيبتك؟ اصعد إلى برج الرحمة، اقرأ ثم تدرب ثم تطلع إلى النجوم كثيرا. هيا بنا. والغريب يا مهرباد أنه لم يتردد في وعدهما بما طلباه، 2000 من النساء ومثلهن من الأطفال بخلاف الرجال. هل يقبل أن يحميني منهم بهذا الثمن ليحررني من الأسر؟ ألا يؤذيني استرقاق 3000 إنسان؟ ألهذا يذهب إلى الحرب؟ ولكنه قد لا يفعل، ربما يراوغهم. أرجو هذا، قد يكون هذا هو رستم الذي عرفت. أحسب أن رستم مثل أبيه في جوهره، إنسان نبيل وقوي، ولكنه لا يملك ذلك النوع من الذكاء الذي يساعد النبلاء على حماية نبلهم من الأشرار، ولذلك فهو لا يرى إمكانية وجود أي شيء خارج إرادة كسرى، وإنني أخشى أن يتحول دون أن يدري إلى أداة قتل ويصبح دعامة أخرى للشر في عالمنا. يا ويلتي، ربما كنت قد قصوت عليه أكثر مما يحتمل، لابد أن ألحق به. مهرباد انتظري. قضيت الليل كله سهرانا يا ابن زرارة، ماذا دهاك؟ أوقعت في عشق هذه المدائن؟ بل شغلتني تلك الكلمات التي قلتها لكسرى. أية كلمات يا سيدة تميم؟ عن ذلك الرجل العربي الذي سيعدل بهراوته اعوجاج العالم ويقيم الحدود. من أين لك بهذا الخاطر أيها العراف؟ لم يكن هذا خاطرا من خواطري، ولم أتكلف شيئا أغرس به الخوف في صدر كسرى. إنها علامات عرفها القدماء وانتظروها ثم تناقلتها الأجيال. إنها تقترب، بل قد أظلنا زمانها. ولكن ما علاقة هذا بأن تفيض بحيرة في بلاد فارس أو أن تتحطم شرفات إيوان كسرى؟ هل هذه هي العلامات؟ هذه أحداث حدثت منذ زمن، ربما كانت من العلامات الجسام. أسئلتك أنت عن معنى هذه الأحداث الجسام وعن معنى أن تتبادل الأمم الخراب وهي تعيش في خراب آخر. لست وحدك من يسأل مثل هذه الأسئلة.
أنا أسأل يا ابن مارينا كي تستريح نفسي. نحن نجهل حتى كيف نطرح الأسئلة، ونعجز عن الفهم بأكثر مما نطيق يا صاحبي، وقد تكون الإجابة في أن نواصل سعينا وننتظر. سعينا إلى أي شيء؟ إلى ما نحن ساعون إليه. وقد لا يكون شفاء نفسك في تأمل ذاتك وحدها، ولا تفحص النجوم وسطح الأرض فقط. ربما كان علينا أيضا أن نفهم اضطرابنا نحن على ذلك السطح وتحت تلك النجوم. هند، مهربان، أهلا بك. جئت لتلحقي بي؟ كنت أود هذا، ولكنني أسعى وراء رستم. لابد لي من رؤيته قبل الرحيل. رستم رحل عند الفجر مع كوكبة من فرسانة. كانوا يركضون بخيولهم جهة الشمال، ومضينا نحن في طريقنا عند الفجر. إذن فلن ألحق به، ذهب ليبيع آخر ما بقي له. أي شيء يبيعه رستم؟ مهرباد، أي شيء يبيعه رستم؟ آه يا هند، هذه قصة طويلة لم أدركها إلا أمس وأنا أعيشها، سأحكيها لك يوم. إلى اللقاء يا هند. تعالي معي يا مهرباد. الآن عندي سبب جديد يدعوني للبقاء يا هند. أهلي بانتظاري. إلى اللقاء. إلى اللقاء. تفضلوا، لما تنتظرون؟ الليلة حق لنا أن نفرح أيها الملك. لقد نصرتنا الآلهة ببركة النعمان بن المنذر العظيم على كسرى الغشوم. حدثنا هوثة، كيف يكون النصر؟ هو أن تمنع عدوا من أن يحصل منك على ما يريد غصبا أيها الملك. فماذا يكون ثمن ذلك؟ جبني يا هوزة، بأي شيء تمنع عدوا من أن يأخذ ملكك وحقك؟ بأي شيء تستعيد ما أخذ منك؟ كنت أود الليلة يا أصدقائي أن نسمع من أخينا صاحب تميم ومن شيخنا ابن مارينا ما فعلاه عند كسرى حتى عاد بابنتنا، لكن أحسبكم في غنى عن سماع هذه الحكاية، إنما أريد أن نأخذ في حديث آخر لأننا نستطيع أن نتصور ما حدث. أيها الملك، إنني أريد أن أستمع منك أنت إلى جواب سؤالك لهولة. لا تديروا وجوهكم عني يا سادة العرب، كأنما تريدون إعفائي من نظراتكم. انظروا إلي، انظروا إلي، فأنا عندي الجواب على سؤالي، وهو نفسه الجواب الذي أعرف أنه عند كل منكم. انظروا إلي، لأنني الآن وأنا معكم لا أحس بالخجل وإنما بالمرارة. إذن لي أيها الملك، نحن نعرف يا ابن مارينا أننا لم ننتصر لأننا رأينا ألا ندخل حربا مع كسرى هذه المرة، فليس نصرا أن تدفع من مالك فدية لحقك، فكأنما تسلم لعدوك بعض الحق لتستعيد بعضه، وتظل أنت الخاسر المستضعف. باركت السماء فمك يا ابن مسعود، وليأذن لي الملك أنا أيضا. إذا كنت أنت تحس بالمرارة، فليس ما نحسه نحن بأقل مرارة. ولكن
هذا يوم له ما بعده، وسيأتي اليوم الذي تنتصف فيه العرب من العجم. أليس هذا معنى كلامك لي ونحن تحت أسوار المدائن قبل عودتنا؟ صديقنا ابن مارينا يقول أشياء أحيانا وينسى معناها، بل قد ينساها كلها بعد قليل. قد يكون المرء عارفا بما ينبغي أن يقال في أي مكان، لكنه لا يؤمن هو نفسه بما يقول. ولكن هناك دائما من يقيسون قيمة كل عطاء، ويتذكرون أقوال الآخرين، ويتذكرون مواعيدهم. ألا تذكر موعدا ضربناه بيننا يا ابن مارينا؟ أي موعد يا ملك الحيرة العظيم؟ أنا حقا ضعيف الذاكرة، ولكن موعد مضروب بيني وبينك، ولنا فيه شريك ثالث ليس موجودا معنا الآن. آه يا مولاي، ذلك البدوي الذي ضمنته منذ عام، ولكن هل مر العام بهذه السرعة؟ إنه مجرد بدوي لا قيمة له، بدوي فقير. غدا ينتهي العام، وإذا لم يعد الرجل حتى ظهر الغد ينتهي عمرك أيضا، فلا تبرح القصر حتى يعود الرجل غدا أو تموت. ماذا بك يا هند؟ عيني يا أمي، لم تحدثيني أبدا عن طيبة نساء قبيلتك. كم أخجلتني تلك السيدة التي قتل أبي زوجها، ولم أجد غيرها يرعاني. لم تجدي غيرها ومهربات؟ مهربات بدأت حياة جديدة، لقد عرفت نفسها، وجدت طريقة صحيحة في وطنها. ولكنها يا ابنتي كانت عندنا معززة مكرمة. هي لم تنكر ذلك أبدا يا أمي، ولكن ماذا كانت ستفعل عندنا؟ هل كانت ستظل غريبة لا تنتمي إلى هنا بشيء إلا بمشاعر الامتنان لمن أووها ووفروا لها الأمان؟ هن يا أمي، لا أحب أن يحكم على أحد أحبه بالغربة عن وطنه، حتى ولو إلى قصر النعمان أو إلى إيوان كسرى. هناك ستجد رستم حبيبها، نائب قائد جيوش كسرى، وقد تأتيكم ذات يوم كسيدة وتطلب منكم أن تقدموا لها فروض الولاء والطاعة. مهرباد لن تتزوج رستم يا جدتي، إنها تخاف أن يتحول إلى عدو متوحش لما أصبحت تؤمن به. إنهما يسيران في اتجاهين مختلفين لا يتقابلان. هند، ألم تقابلي كسرى؟ قابلته، ولكن المهم أنني قابلت ابنه كسرى القادم. أنت قابلت ابن كسرى؟ لابد أنه شاب وسيم، كم عمره؟ جدتي استريحي، ليس لدى كسرى من يصلح زوجا لبنات حفيدك. كنت أتساءل على الدوام منذ رأيته، كيف سيكون هذا الصبي البريء فيما بعد؟ هل سيكون صورة من والده المتكبر التي تطل من عينيه القسوة والخبث والإحساس الفادح بالسلطان؟ ألم يكن كسرى نفسه صورة من ولده وهو صبي؟ ما الذي يحدث للطفل فيتحول إلى هذا الوحش المتنمر؟ هند، تعلمت الفلسفة عند الفرس يا هند؟ هذا هو ظنك يا سمية؟ أنت لم تذهبي إلى المدائن ولم تسجني في برج الإيوان، ومع ذلك أرى سحابة حزن تظلل عينيك لم تنقشع حتى بعودتي. يا حبيبتي كيف لا أحزن، وقد ظهر لي أن بنات الملك لا يملكن كل الأمان في عالم يتحكم مثل كسرى في نصفه ونصفه الآخر يحكمه قيصر.
هذه الأحاديث لا تليق بأحفاد المناذرة. أين الجواري؟ وماذا تريدين من الجواري يا جدتي؟ نريد أن نشرب بعضا من عصائر الفاكهة الطازجة، لأن العصير الطازج هو الذي سوف يمحو هذا الهراء من رؤوسكم. ويلي ويلي على أبنائي من بعدي. تماسك يا رجل، النهار لم ينقض بعد. الطاغية يريد دمي. أبيت اللعنة أيها الملك، أما كنت أنت الذي أراد لذلك البدوي النجاة؟ والله ما أحببت قتله حينما جاءني في يوم البؤس في الصحراء في العام الماضي وأطعمني، ولم تكن عنده غير شاة حلبها وذبحها وسقاني لبنها وأطعمني من لحمها، وجاءني بفراش نظيف ثم جلس يحدثني ويسري عني طوال الليل، ولكن لم يشفع له ذلك لأنه يوم بؤسي وكان يجب علي قتله، لكن طلب مني أن أمهله عاما لكي يدبر شؤون عياله، وعندما رفضت ضمنه ابن مرينة. وهذا الشيخ ألا ترق لحاله؟ قرص الشمس يوشك أن يلمس الأرض والملعون لم يظهر. ضاع عمرك هدرا يا أشوح. ألم يكن بوسعك أن تتنبأ لنفسك فتعرف أنه سيخونك؟ أنا لم آمن لهذا الرجل، لقد طمعت في التودد للنعمان بإعفائه من الحرج إذا قتل الرجل، ما ظننت أنه سيقتلني بعدها، وتوقعت أن ينسى أو يتناسى عمدا. ولماذا لم يضمنه غيرك؟ لم يكن مع الملك من يقبل ضمانته سواي. اضرب عنقه. لو جاء سأقتله أنا. هناك رجل قادم، انتظر يا مولاي حتى نتبين من يكون. توقف يا سياف. إنه هو، إنه هو، أقسم ورب الكعبة إنه هو. هل تأخرت؟ العاصفة، العاصفة في الصحراء أخرتني. والذي حملك على العودة وقد نجوت؟ الوفاء. والذي حملك على الوفاء؟ ديني. دينك؟ وما هو دينك؟ دين جدي وجدك إبراهيم الحنيف. والله إن في قول هذا الرجل بشرى لنا، وليس ابن مارينا وحده هو الذي نجا، بل أعتقد أننا سننجو كلنا. والله لا أعرف من أحسنكم، الذي عاد رغم إفلاته من الموت، أم الذين أرادوا النجاة لهذا الشيخ وهو لا يكف عن الإيقاع بينهم. أطلقوا الشيخ وأعطوا هذا الرجل 100 ناقة. أحد الخيول النجيبة الشهباء التي أخذها أبي من البدويين اللخميين، وقد قرر اليوم أن يعيد الخيول إلى أصحابها. يا لكبريائي ونبل الجواد العربي الأصيل. إنه يشبهك يا هند عندما تركبين رأسك. ويشبهك أنت أيضا. بل قولي إنه يجسد خير ما فينا من طباع. هكذا أنت يا هند عندما تتحمسين لشيء لا تتوقفين عند حد. ولكن هناك شيء في قصة البدويين مع أبي لا أفهمه. يحيرني استيلاؤه على خيولهما ثم إرجاعها لأصحابها. دعيني أسألك يا هند، هل الجواد الجميل هو الأقوى دائما؟ لا. وهل من يمتلك أمهر الخيول يكون أمهر الفرسان؟
بالطبع لا. لذلك أظن أبي الملك النعمان كان يحاول أن يحقق نوعا غامضا من العدل، أن يمزج الجمال بالقوة والمهارة بالحق. الآن أفهم كيف يكون نبي الدين الجديد صاحب الهراوة لا صاحب الصولجان، فصاحب الصولجان لن يجد الوقت الكافي أبدا. ها أنت تمردت ثانية يا هند، ماذا تقولين؟ هل جاءتك النوبة؟ اللعنة على من فعل بك هذا. أفيقي يا هند، الملك قادم. هيا خذ الخيول وافعل بها خيرا مما كنتما تفعلان. أبقاك الله أيها الملك، دع الخيول في مكانها وأعطنا فارسين، فلا قيمة للخيل بغير فرسان يا ملك الحيرة. نحن نقدم لك الخيل وأنت تقدم الفرسان. لا، خذ خيلكما إلى مراعي الصحراء، وهناك فكرا في الأمر مليا، فإذا قررتما العودة تعودان بلا خوف مني في رعاية الله. لا تفزعي، نحن بنات النعمان، جئنا لنشاهد الخيل فسمعنا ما كان. اقبلا منا تحياتنا وامتنانا. وانتما يا اميرتي الحيرة اقبلا منا هذا الجواد هدية لكما منا. شكرا لكما.